أكدت الرئاسة الروسية أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق فلاديمير بوتين لا تثير القلق خلال زيارته المقبلة لمنغوليا. الدولة العضو في المحكمة والملزمة نظريا بتوقيفه بمجرد وصوله. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لديها حوار وصفه بالممتاز مع منغوليا، ومشيرا إلى أنه تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة. ويتوقع أن يقوم بوتين بزيارة منغوليا في 3 سبتمبر، وستكون الأولى له إلى البلد الموقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ أصدرت هذه الهيئة مذكرة توقيف بحقه في مارس 2023.